بما أنه تحدثنا عن فيروس كورونا يلي فعلا أربك العالم وصار الشغل الشاغل لكل العالم، خاصة بعد دخول أنباء عن سلالة جديدة ومثل ما ذكرت وهي كوفيد-20، وخايف الناس ممكن اللقاحات ما تجيب نتيجة، وسمعنا بأنه هذا اللقاح احتمال والله أعلم اليوم يؤدي لحالات الوفيات بكثرة حسب ما جاءت دراسات. لكن مفرح بالموضوع بأنه شركة بيونتك الألمانية تقول أنه اللقاح المتوفر هذا الشيء راح يساعد على الشفاء من فيروس كورونا. شلون راح نتعرف من خلال تفاصيل هذا الخبر؟ طبعا شركة بيونتك الألمانية تقول أنه اللقاح المتوفر قادر على مواجهة التحور الجديد، حيث أعلن أوغور شاهين مدير شركة الأدوية الألمانية بيونتك بأنه لقاح كورونا يلي طورته شركة بالإشراك مع شركة فايزر الأمريكية قادر على مواجهة السلالة الجديدة كوفيد-20، وهاي بشرة خير بصراحة. فعلى هذا الموضوع احنا عندنا فيديو راح نشاهد هذا الفيديو وبعدها نتطرق للتفاصيل أكثر، يلي هو كلام يخص للدكتور أوغور مباشرة يلي اكتشف هذا اللقاح خصيصا لكوفيد-20. İlk mutasyon olan bir virüs değil. Bundan önce değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları hepsini kontrol ettik ve bir sakınca görmüyoruz, bir problem görmüyoruz. Ve yeni mutasyonu daha kontrolden geçmedi. 2 hafta gerekiyor onu kontrol etmemiz için. Biz çok yani şey değiliz, korkmuyoruz. Bunu şey yapmamız lazım, kontrol etmemiz lazım ama bir aşımız bunda çalışmayacak diye bir konu yok. Genetik mutasyonlarını şey yaptık. Bizim laboratuvara getirdik ve onun üzerinde çalışmaya başlayacağız. Ve siz yani anlatmak istiyorsanız bu virüsün mutasyonları %1'i yani genetik kodunun %1'i mutasyon olmuş. %99'u olmamış. Ve onun için yani bizim aşımız çok değişik pozisyonlara girdiği için biz inanıyoruz ki yani %1'i değişmişse eğer %99'u yine de yetecek. طبعا احنا شفنا يا عمر وايضا مشاهدينا هذا الفيديو للدكتور أوغور شاهين مدير شركة الأدوية الألمانية بيونتك، ومثل ما ذكر وشفتوا بأنه أكو لقاح إن شاء الله لفيروس كورونا، وحتى أكو لهذا الفيروس اتطور طفرة نوعية صار به فهو 1% فقط، واللقاح يلي متوفر حاليا هو يتعرض 99% من الفيروس، يعني بالتالي إمكانية العلاج إمكانيتها 99%، وهذا الشيء جدا إيجابي ويعاكس كل الأنباء يلي خوفت كل العالم وسببت لهم الذعر والرعب، يعني بأنه ماكو فائدة ورعب من اللقاح اللي تم اكتشافه. وأيضا نقطة ثانية يلي سببت خوف للناس بصراحة وإحنا شخصيا خفنا منها بأنه ممكن هذا اللقاح يؤدي بنسبة كبيرة لحالة وفيات عدد الناس في حين ما إذا يأخذون هذا اللقاح، وهنا قبل البرنامج تحدثنا عن هذا الموضوع بأنه ممكن توصل جرعات للعراق، فأنا شخصياً كنت ناوية أنه ما أخذ للأمانة لأن مباشرة حسب ما سمعت يؤدي للوفاة، لكن حسب ما سمعنا بهذا الفيديو أكو تأكيدات وتطمينات بأنه هذا اللقاح إن شاء الله راح تكون بمنفعة وايضا راح يقضي على الفيروس بنسبه 99%. زين يعني غيرتي رايك هسه بعد ما اطمئنيتي بما يخص اللقاح؟ ان شاء الله ما يصيبنا. ان شاء الله ما يصيبنا، لذلك انا اليوم عندي ايضا خبر ممكن يكون مفرح وبعد ما اطمنت حسناء ممكن انه راح تجرب هذا اللقاح، لان اليوم الخبر الموجود